صحوا النوم يا حلوين. ايه ده؟ انا مش فاهم اللي بيحصل خالص. انت مش فاهم اللي بيحصل خالص؟ انا مش فاهم الحلقه دي كلها يا جماعه. احنا مغمى علينا بقالنا اكتر من ساعه، والبتاع ده ما بيرجعش اكتر من ساعه، فاحنا لابسين الراجل ده لابسين. بقول لكم ايه، فككم الحوارات دي. انتوا كنتوا بتغشوا وكنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل اللعب ما يبدا، فتقولوا لي عملتوها ازاي وفكروا قبل ما تقولوا، عشان لو حورتوا هتموتوا. لا بقى انت زهقتنا. طب مش هنقول حاجه ومش هتعرف تعمل معانا حاجه. انا لقيت الريموت في عربيه فخر كان واقع من كائن الفضاء. اسكت يا ابني. كائن فضائي ايه يا باشا؟ ده الواد ده دماغه تعبانه زي ما قلت لك. انا كده هضطر اقول لحضرتك الحقيقه اللي خبيتها جوايا سنين طويله. سيد ده كان بركه من صغره، كان طفل غير كل الاطفال، بيلاقي الخير في اي مشوار، بيسرح شعره من غير سشوار، وما بيعملش اي حوار. وفي يوم في الشتاء اكتشفنا الموضوع ده ازاي. ازاي؟ لا قول لي ازاي. زي كده. اخلص. حاضر. في ليله في الشتاء واحنا قاعدين في عشتنا الصغيره الفقيره، برق ورعد وتلج وريح ودنيا بره مجنوني، تلج مجمد ما بيسيح، عملنا سكر بليموني. تشرب حاجة يا باشا؟ يا سيدي اخلص. مش أنا آسف، أنا آسف. في الليلة دي كنت قاعد جنب سيد، ولا بيا ولا عليا، قمت عاطس. قام سيد بصلي وعينيه نورت وقال لي انت عندك برد. انا انجعصت، ما صدقتش اللي بيحصل. خدت ديلي في سناني وجريت على الدكتور بسرعه. قال لي انت ازاي ساكت على نفسك كده يا متخلف، انت عندك برد مبهدلك، وقام كاتب لي كونجستان. انت بتحور يا فخر، والكلام اللي بتقوله ده كله فاكس وما يدخلش دماغي، واصدقه ازاي يا باشا؟ انا هشتغلك ليه؟ انت هتشغلني لمؤاخذه؟ لا يا بيه بتشتغلني، انا مش عبيط. لا يا عم اسمع بس. بقول لك ايه يا فخر العرب، عيب تكذب، انت فخر العرب. الله، ثانيه واحده. الو يا حماتي، انا مش قلت ما تكلمنيش مليون مره وانا في الشغل؟ ايه مراتي هتولد ازاي؟ دي في السابع. هتجيب بنتي برضو يا ستي؟ سميها زي الاولانيه. الاولانيه كان اسمها ايه؟ سميحة؟ سمي دي سميحة، وما تكلمنيش وانا في الشغل تاني. انا اصدق الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ازاي؟ شايف ده؟ انت بتحور يا فخر، وكل الكلام اللي بتقوله ده فاكس، وانا اصدق كلامك ده ازاي؟ انا حاسبت لك. حماتك هتكلمك دلوقتي في التليفون. حماتي ما بتكلمنيش وانا في الشغل. وهتقول لك ان مراتك بتولد. مراتي في السابع. طب رد شوف مين عشان تسمع الخبر اليقين. ده حماتي فعلا. الو يا حماتي، مراتي هتولد؟ ايوه بس دي في السابع. وهتجيب بنت برضه؟ سميها سميحة زي اختها الأولانية. اسمعي، سميها سميحة. أيوة الاتنين هيبقى اسمهم سميحة، أنت مالك أنت؟ الله، دول بعيال أنا. اقفلي. أنا آسف يا مولانا، حقك عليا. يعني خلاص؟ سامحتنا وصدقت الاشتغالة؟ اشتغلت إيه؟ ما كنا ماشيين كويس. معلش معلش. سامحتك وصدقتك وأنا اللي طالب العفو والسماح. أنا بس عدم اللامؤاخذة ليا طلب بسيط. قول طلبك البسيط يا صاحب البدلة الكونكريت. أنت من النهاردة يا مولانا عدم اللامؤاخذة هتشتغل معايا. اشتغل معاك إيه؟ هتبقى الراجل بتاعي. أتجوزك؟ ما ينفعش، أصل أنا متجوز. يا سيدي وأنا كمان متجوز. أنت من النهاردة هتلازمني زي ديلي.